السلام عليكم. قبل ما نسولف بجلسة اليوم وسعر الصرف ايش صار بالجلسة اليوم، عندي أربع رسائل. الرسالة الأولى إلى سماحة السيد مقتدى الصدر. سماحتك يمكن ما تعرف أو تعرف أنه أنا شقد أحترمك وأعزك على المستوى الشخصي، وعندي إحساس أدعي أنه بداخلك نفس المشاعر تجاهي. سماحة السيد، أنت ضالق أطلقت مشروع إصلاح، ومشروع إصلاح هذا أمل العراقيين كله به. لكن منذ ثلاثة أيام أكو قضية كلش كبيرة صارت، وأكيد وصلتك تقارير على أن هناك ربط بين التيار الصدري وبين ما جرى من قضية إصدار مرسوم حول العفو عن نجل محافظ النجف، وأن هناك صفقة بين التيار وبين المحافظ في ذلك الوقت من أجل تقديم استقالته. هذا الحكي صار لكن ما شفنا موقف، فأقول خاف الجماعة بالتيار مسويها من وراك وما عندك علم. أريد توضيح وتصحيح. الرسالة الثانية للسيد لؤي الياسري. عاتبتني وعاتبك على العين وعلى الرأس والظن عزيز، لكن مو ذنبي يا أستاذ لؤي أنه ابنك يلزم وينحكم، مو ذنبي ولا ذنب الشعب العراقي. الرسالة الثالثة للسيد مصطفى الكاظمي، الأخ والعزيز والصديق ورئيس الوزراء العراقي. دعيتني وأقنعتني بمشروع كبير، وأنا أنضم إلى فريقك، مشروع كبير لبناء الدولة. لكن بعد أشهر اكتشفت أنه هذا المشروع ما موجود، وتوصيتك بالعفو عن ثلاثة تجار مخدرات أثبت لي أنه قراري كان بمحل. فشنو الصلاحيات الموجودة عندك؟ يا ريت لو تستخدمها وتعيد الأمور إلى نصابها. أما الرسالة الرابعة والأخيرة فهي لفخامة الرئيس برهم صالح. أولاً، أنت ليش هاي الدعوة كلها؟ أنت آخر حلقة قانونية ودستورية يمر بيها وصدرت مرسوم جمهوري، بس أكو حلقات قبلك، ليش تشيل الدعوة كلها؟ ثانياً، سحب المرسوم الجمهوري ما له أي أثر قانوني، والمرسوم الجمهوري لا يلغى إلا بمرسوم جمهوري. كانت هذه رسائل اليوم. أما ملفنا لهذه الليلة فهو بعد جلسة شقاق سعر الصرف باق. اللي يريد شيء يعوف شيء، واللي يريد ينقذ اقتصاد المنهار لازم يضحي ويصبر ويشد حزامه ويتحمل، والعاقبة على خير إن شاء الله. هذا هو ملخص اللي طرحه وزير المالية اليوم بالبرلمان حول مشكلة تغيير سعر الصرف. الأرقام حضرت وياه، والإحصائيات والجداول قامت تتقافز من جيوبه، واللي يبدو إنها استغرقت من فريقه وقت يلا هيئوها، وهذا يفسر رفض للاستدعاء الأول وتعذره بضيق الوقت. واضح إنه الوزير ما راد يجي قبل لا يحضر دفوعاته. لكن قبل كل شيء لازم نتوقف عند الكتاب اللي وجهه النائب هادي السلامي إلى الادعاء العام، وحرك به الإجراءات القانونية عن هدر المال العام والفساد الحاصل بمزاد بيع العملة ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. ملخص الكتاب إنه من خلال التدقيق الأولي بتغيير سعر صرف الدينار اتضح وجود عمليات تهريب عملة وفواتير مزورة تخالف المبررات اللي دعت لرفع سعر الصرف. شلون؟ مبيعات البنك من العملة تجاوزت 37 مليار دولار في عام 2020 بصيغة اعتمادات مستندية، في حين قيمة السلع المستوردة من قبل القطاع الخاص والمسجلة بهيئة الجمارك بلغت فقط 14 مليار دولار، يعني الفرق 23 مليار دولار.
هذا فرق هائل ويستدعي محاسبة الوزير والمحافظ وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات البغدادي رقم 111 لسنة 1969. كتاب تفعيل إجراءات المحاسبة، ما معروف شنو راح يصير وراه، خصوصا بهذا الموسم من المزايدات السياسية وتسقيط الخصوم. مع هذا وزير المالية علي علاوي حضر بالبرلمان وأجاب عن مداخلات النواب 68 اللي سجلوا سرع حتى يسألوه، وفي جو أشبه بمهرجان لتسويق المواقف. الملف سياسي ودسم ويخص الفقراء ومحدودي الدخل، وأكو كتل برلمانية رفعت قضية سعر الصرف كشعار سياسي لإحراج خصومها، بس سواء سألوا الوزير أو ما سألوه الرجل جاي وهو واثق من نفسه ومحضر أرقامه وجداوله وكل شيء ضمنه في كتيب مهم عنوانه تغيير سعر صرف الدينار العراقي في سياق عملية الإصلاح الاقتصادي وتأثيره في زيادة الأسعار، ووزع هذا الكتيب على النواب وهو أبو الراهي. من ضمن المفردات اللي عرضها الكتيب وشرحها الوزير المسار اللي أدى لخفض قيمة العملة، العجز المالي وشبه الانهيار الاقتصادي وشرح منافع التخفيض. الكتيب أيضاً شرح مفصل لزيادة الأسعار كونها ظاهرة عالمية ما لها علاقة بتغيير سعر الصرف فقط، وأيضاً كان هناك باب لعرض المخاطر من إعادة رفع قيمة العملة العراقية الحالية، والمخاطر كبيرة جداً قد تتسبب بركود اقتصادي طويل الأمد وفقدان لمزايا تحققت بالأشهر الأخيرة، وكذلك عودة العجز المالي. الوثائق ضمنت أيضاً جداول لخارطة ديون العراق قبل تخفيض سعر الصرف وبعده، واتضح انخفاضها بشكل كبير جداً. الوزير والوثائق تحدثوا أيضاً عن تعظيم الإيرادات غير النفطية ومدى التأثير الإيجابي اللي انعكس عليها بعد تخفيض سعر الصرف، وأكو باب للخطة اللي وضعتها وزارة المالية لتخفيف آثار زيادة الأسعار عن كاهل الفئات محدودة الدخل. هذا كله مو مجرد حكي نظري، بل بالأرقام والجداول، والأرقام تفيد بهذا الخصوص أن الوزارة خصصت أكثر من 9 تريليون دينار لهذا الغرض، في حين اقترحت الوزارة تخفيف آثار سعر الصرف عن المتضررين منه بمبلغ يقارب 9 تريليون دينار. لكن اللي صار أنه المبلغ ما انصرف بموازنة 2021، وهذا سببه الكتل البرلمانية بالدورة السابقة، مو الوزير والوزارة، بل حتى سعر الصرف الحالي ما كان قرار فردي من الوزير ومحافظ البنك المركزي، بل تم التوصل إلى بعد نقاشات مع الكتل السياسية. النتيجة علي علاوي حضر اليوم وقالها بهدوء: اللي يريد شي يعوف شي، والقرار يمكم. أنا سويت اللي شفته صح، واتضح بالأرقام إنه صح. ناقشتكم بالقرار ووافقت كلكم، فلا تسووني كبش فداء وتدخلوني بمزادكم السياسي. نقطة رأس سطر. أرحب بكم مرة ثانية وأناقش ملف الليلة مع السيد محمد الشاع السوداني عضو مجلس النواب العراقي، وكذلك مع الدكتور هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة. حياكم الله ضيوف الكرام. أقول مرور سريع على سحب المرسوم الجمهوري من قبل الرئيس قبل ما نروح على الدولاب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ضيوفك الكريم زميلنا العزيز دكتور هيثم لمشاهدي قناتكم الكرام. نؤيد بالتأكيد مضامين رسائلك الأربعة. أربعتهن؟ أربعتهن كانت رسالة سلبية جدا من الحكومة، السلطة التنفيذية، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية،
في وقت يشهد العراق تنامي ظاهرة المخدرات وسقوط شهداء كان آخرها القاضي أحمد الساعدي. فنأمل من السيد رئيس الجمهورية أن يتلافى هذا الخرق الواضح ورسالة سلبية. يلغي يعني. يلغي. إلغاء أكيد. إلغاء. هو مصدر شيء اليوم يعني. سحب. سحب. سحب قانونية قبل ما أحكي هذا. لجنة قانونية. ما إلى أي أثر. تحقيقية. ما إلى أي أثر. أي. أي. ما إلى أي أثر. إلغاء ينهي المشكلة كلها. لا إلغاء كل الآثار ترتبت عليه ممكن أن تلغي. دكتور هيثم. تحية طيبة لجنابك ولكل مشاهدي قناة تي في وإلى أستاذنا العزيز أستاذ مصطفى. حقيقة الأمر صدر صار له فترة طويلة حسب علمي بأنه تنفذ وحسب علمي أيضا بأنه رجل الآن خارج العراق حسب ما سمعت الآن من بعض الأخوة. أنا ما متأكد حقيقة صار حكي أنه بالضبط وراء ما أفرجوا عنه طالع خارج العراق. لذلك اليوم سحب القرار ما اعتقد يسوي شيء اثر قانوني بقدر ما يصدر مرسوم جمهوري بالغاء المرسوم الجمهوري الاول اعتقد هذا الاصح. وبالتالي ممكن التحرك عن طريق الانتربول حتى اذا كان خارج العراق ممكن التحرك عليه. بس اعتقد خرق بهالمستوى يحتاج لعقاب بالتوازي مع هذا الخرق الكبير. تدري هذا خرق صادر من رئاسة الجمهورية يعني اعلى 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 سلطة المفروض تحافظ على الدستور وتحافظ على هيبة الدولة. فبالتالي صار بهالطريقة بنحن ما ندري وشون صارت وشون ما اعرف يعني معقول يصدر امر بهالخطورة هذه ما كان اكو يعني معرفة به بكل تفاصيل. انا والمعرفة الموضوع دعيت الى جلسة استجواب وإقالة لرئيس الوزراء وجلسة إقالة لرئيس الجمهورية بالحنف باليمين وزعلوا الجماعة فيهم تصريف أعمال يعني سلط قانوني إقالتهم. بالمناسبة هي من ناحية قانونية وصلاحية موجودة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يمتلك هذا الصلاحية. بس يدري استخدام الصلاحية مو دائما هو المفروض الاستخدام يكون استخدام أمثل لهذه الصلاحية. لا القضية إخلاقية هي هذا اللي تراجع المسار القانوني طبيعي. أنا مدى أحترض على المسار القانوني بقدر ما أحترض على المسار الإخلاقي. خلنا نحسب الدولار وجلسة اليوم. اليوم دكتور علي الحلاوي كان مقنع مقنع جدا وبرر لنا ليش الحكومة لجأت إلى رفع سعر الصرف. أستاذ أحمد أكو خطأ شائع أنه الحديث على سعر الدولار بعيدا عن الإصلاحات خطة الإصلاح. هنتكلم عن خطة إصلاحات في وقتها بناء على ظروف كورونا وانخفاض أسعار النفط. وكان مجلس النواب في حينها داعم لهذه الخطة. فتناول جزئية من هذه الخطة اللي هي تتعلق بتغيير سعر الصرف ما يتعلق بالسياسة النقدية دون الإصلاحات والإجراءات الأخرى مو صحيح. اليوم كان يفترض حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بدليل أن سياق حديث وزير المالية ما حد طلب رئيس وزراء يجي. إلا له هو خطأ هذا خطأ سواء كان رئاسة مجلس النواب أو من الطلب. القضية تتعلق بالحكومة وأدائها تجاه الإصلاحات ما يسمى بالورقة البيضاء واللي كان أول خطوة فيها تغيير سعر الصرف. اليوم من خلال سياق الحديث لوزير المالية وضح يعني هذا في الورقة اللي قدمها أنه كثير من الإجراءات اللي طلبتها وزارة المالية لم تنفذ من قبل الوزارات الأخرى. طيب اللي هي تقلل من تداعيات تغيير سعر الصرف على الأقل على أصحاب الدخل المتوسط. إحنا اختلافنا شنو مع وزير المالية؟ يعني أنا أتحدث عن نفسي وإحنا اثنين النواب سابقين وأنا نائب حالي. أنا كان عندي موقف من البداية من قانون الموازنة 2021 متحفظ ولم أصوت. كان عندي رأي ومعلن في حينها يعني مهسة وكنا متوقعين هذه الآثار وذكرتها في كتب رسمية وفي مقالات أن هذا القرار تغيير سعر الصرف الابتداء بهذه الفقرة دون الإصلاحات الأخرى سوف يوجه تأثير سلبي على 17 مليون مواطن وحاسبهم 17 مليون مواطن اللي هم المشمولين بالحماية الاجتماعية اللي ينتظرون الموظفين درجة الثامنة التاسعة العاشرة هذول رواتب متقاربة 250 ألف العقود الأجور المتقاعدين هذول أسم تجمعهم بحدود 17 مليون آثار كلهم تأثروا كلهم تأثروا بهذا القرار. فالسؤال كان الموازنة مو كان بيها بنت هسه حكيناها بالتقرير 9 تريليون للتخفيف من هاي الأضرار والآثار نعم
هذا حديث ثاني. أنا أريد أقول القرار مال تغيير السعر. إحنا كحكومة في وقتها ووزير مالية لجنة إصلاح، ليش دائما نروح للحلول السهلة اللي يكون أثرها على المواطن مباشر، في حين أكو إصلاحات أخرى مهمة تعطيك أثر فاعل على مستوى الإيرادات وإصلاح الوضع الاقتصادي، في مقدمتها مكافحة الفساد بشكل حقيقي. الإيرادات، المنافذ، الضرائب، الاتصالات اللي تذكر كل زين نطلبها. أنه الحكومة بش الظرف اللي كانت تمر به بسبب كورونا، بسبب تداعي أسعار النفط، بسبب وصلنا الانهيار. فكان يراد لنا إجراء سريع. زين، الرجال الكاظم ذاك الوقت طلب منكم قانون اقتراض، اعطيته واحد، الثاني صار صعب. اعطيناه 27 تريليون الثاني. اعطيناه اقتراض. زين، الى متى الحكومه ظلت تقترض؟ شافت اكو امكانيه رفعت السعر، وكان لازم مستعجل. رفعت، انا اقول راحت لهذا الاجراء بدون اجراءات حمايه. زين. إجراءات حماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة اللي تأثرت تأثير واضح. اثنين، تغيرت الأسعار النفط، تحسن الوضع المالي، ما كان ممكن أنه الحكومة تعالج، ما كان ممكن أنه تعترض على مجلس النواب في حينها، أنتوا شلتوا لي هذا الدعم، فهذا ترى راح يأثر على تطبيق القرار. رئيس اللجنة المالية ويانا خلنا نسأله، ليش مشيتوا ل 1450 بوقتها دون أن تضمنون الموازنة ما يحمي ال 17 مليون اللي حكي عنهم؟ يعني ابتداءً خلي أعلق تعليق وأجاوبك صار أحمد على جوابك. ابتداءً حزمة الإصلاحات هي حزمة مو فقط مسؤولية وزارة المالية، هي مسؤولية الحكومة وبالذات وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المفروض تدخل على الخط أيضاً الأمن الوطني، باعتبار يجب أن يكون هنالك حماية المستهلك، ووزارة التجارة توفر بطاقة تموينية عن طريق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أيضاً، الشركة العامة للأسواق المركزية، الشركة العامة لتجارة الحبوب، كلها تدخل على الخط. والداخلية تعرف عندها مديرية لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، والمفروض أيضاً يكون لها دور. وكان الاتفاق مع الحكومة آنذاك عندما طرحوا مسألة تغيير سعر الصرف أنه القضية تصير في حزمة واحدة، يعني لا يمكن تجزئة الموضوع بتغيير سعر الصرف دون وضع المعالجات المناسبة وإدخال كل الوزارات على الخط هذه الحزمة. لكن للأسف مثل ما تفضل أستاذ محمد، اللي صار أنه تغير سعر الصرف ولكن لم تلتزم بقية الوزارات ولم تتعاون مع وزارة المالية. طبعا هذه موجودة بالموازنة هسه داحشيها. لذلك كان المفروض وزير المالية بصفته وزير المالية غير مسؤول، ولكن بصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤول، باعتبار كل هذه الوزارات تجتمع في المجلس الوزاري الاقتصادي، وكان المفروض يصير التوجيه للوزراء اللي موجودين بالعمل بهذه الحزمة. هذه أولا. وبعد تغيير سعر الصرف، طبعا احنا باللجنة المالية استضافينا الأخ الوزير، استضافينا الأخ محافظ البنك المركزي، وتكلمنا بأنه يا بنتو غيرت السعر، وين إصلاحاتكم؟ وين أموركم؟ طبعاً الشيء الطبيعي بالمناسبة في كل دول العالم ماكو حكومة تقرر سعر الصرف في القد، المفروض العرض والطلب هو يقرر. مثل مثلاً مصر اتخذت قرار، تدري عومة الدولار صعد مباشرة ل 22 جنيه، لكن النمو الاقتصادي صلاحية حصرية للبنك المركزي، صلاحية حصرية، النمو الاقتصادي رجع اليوم ل 15 جنيه المصري. فإحنا بداخل اللجنة بوقتها سوينا بعض الأشياء، مثلاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان الصرف مالتها في موازنة 2020 صرف الفعلي واللي جانا من المحاسبة 2 تريليون و717، كان الأخوة قررين بأنه يصير 5600 لوزارة العمل. إحنا لأن الموازنة تأخرت صارت تقريبا بنهاية شهر الثالث 29/3، وحسبنا حساب بأنه بين ما تكمل من يمنا وتروح رئيس الجمهورية وتنطبع وتصدر تعليماتها، فحتما احنا طابوين بالسادس، لا طابوين بالسادس، وفعلا طابوين بالسادس يلا كمل التعليمات. فاللي كانت الحكومة مفكرة توزع ب 12 شهر 6 شهر احنا سويناها 6 شهر، لأن بوقتها كان اكو ضغط علينا، يعني الموازنة كان بها عجز 47% تذكرون جميعا. فكنا مضطرين أن ننزل بعض الأشياء اللي نشوفها ضرورية بقيناها، والدليل بأنه 768 مليار كانت حصة وزارة التجارة أثرها على 17 مليون هو دا أقول وزارة التجارة زيدناها 500 مليار دينار بقتها، ولا إجا من الحكومة 768 مثلا. حصة الأدوية زيدناها،
خصصنا مبالغ للتربيه اضافيه باعتبار تدري القضيه كلها تروح يعني مو بس وزاره العمل هي مسؤوله التربيه والتعليم هاي الزيادات كانت لتقليل تاثير تغيير سعر الصرف طبعا ولا ليه زيدناها لو مطالبات من الوزارات لا 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 مو مطالبات وزارات زياده شبكه الحمايه غير شيء لذلك هذا الرقم اللي كان مال 12 شهر باتفاق مع السيد الوزير وقتها وحضور وزير الماليه اتفقنا انه نقسمه بالنص باعتبار مال 12 شهرنا راح ننطي صارت اعتراضات بوقتها بس احنا كنا امام اهم ومهم وها ممكن نمشي الحال به فلذلك رحنا ضغطنا كل النفقات صعد سعر الصرف يا سعد محمد واليوم كان المفروض اريد اسال هي هاي الدعوات هسه لاعاده سعر الصرف لسابق عهد 1200 خلينا نقول مال سوق مارد اروح على اكسور 1200 هسه 1476 مثلا هاي المطالبات السياسيه هاي جاده لو مزايدات يعني بصراحه من اسمع الاقتصاديين بما فيهم معالي الوزير وغيره ومستشاري يقول لك لا خسائرنا والكوارث على الاقتصاد في حاله العوده كبيره جدا زين واكو قوى سياسيه مقتنعه بهذا الشيء وقوى سياسيه مثل ما قال الوزير صوتت على الموازنه وكلها تعرف وكلها مشتركه فلا تخلوها كلها براسي هسه اللي الطالب مزايده شنو؟ اي خطه اصلاح تحتاج الى دعم سياسي. وهذا الدعم السياسي يكون ينعكس على تأييد ومقبوليه شعبيه، والا ما هي تقدر مستحيل لا هذه الحكومه ولا غيرها بصراحه اقولها. وللاسف المناكفات السياسيه القت بظلالها على المواقف تجاه هذا الموضوع. فبدا انا مختلف وياك في شان سياسي، انت تأيد انا ارفض. والعكس. وكل يعطي مبرراته، هذا ما راح يربك الدوله. يعني اليوم وزير المالية يقول وزراء ما ينفذون هو أكو مشكلة في داخل الحكومة في داخل الحكومة ليش أنا أقول يفترض رئيس الوزراء ووزراء موجودين تعال أنت بالصناعة أو بالزراعة أو بالداخلية ليش ما تنفذ هي قضية مو قضية خطة وزارة المالية ووزير المالية حاضر قدامنا يريد أخي إحنا نتكلم عن تراكمات ومشاكل اقتصادية يمكن من الثمانينات التسعينات انتهاء بفترة ما بعد 2003 وهذا الوضع الشاذ في كل المقاييس دولة ريعية بامتياز ما حد يقدر اليوم يتحدث مع هذه الجموع الغفيرة اللي تنتظر التعيين ما حد يقدر يقنعها بدون فرصة تعيين حكومية السيد علي علاوي وزير المالية اليوم أقنع مجلس النواب أقنع القوى السياسية أنه سعر تغيير سعر الصرف كان صحيح وقرار صحيح وما راح اذا تردون ترجعوه ايش حكي حكايه انتم تحملون المسؤوليه لا 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 بالعكس شنو اي اريد اعرف خلاصه الجلسه اليوم سعر الصرف يرجع لهم يرجع قناعه القوى السياسيه طبعا صار حديث واسع ومناقشات سواء كان النائب المستضيف ام المداخلات اللي مثل ما ذكرت حضرتك 68 كان احد النواب وجه سؤال مباشر هل هناك إمكانية لإعادة النظر بتغيير سعر الصرف؟ الجواب أيضا مباشر وواضح أنه لا توجد إمكانية لأن هذا أثاره سلبية أكبر من أثار اللي. هذا جواب وزير المالية تسألني على قناعتنا ما عندنا قناعة ليش؟ لأنه صحيح يتحدث بأسس ومفاهيم اقتصادية صحيحة لكنه كلها نظرية أنا سكنائب اليوم ممثل للشعب شيء للمواطن إذا ذكرت لك هذا الرقم 17 مليون متأثر في هذا الموضوع واحد اثنين تتذكر المبررات التي سوقت لدعم هذا القرار راح أركز لك على ثلاثة أولا خفض العجز في كل حساباتنا يمكن الوفرة اللي حققناها بين 1182 وال 1450 ما تتجاوز 6 تريليون لأنه أكو استحقاقات على العراق بالدولار تدفعها فهذه 6 تريليون إذا تقارنها مع معاناة المواطنين الصحيحة تستحق أنه إحنا نعرض الشعب لهذه المعاناة؟ بالتأكيد لا خصوصا مع ارتفاع أسعار اثنين دعم الزراعة والصناعة ما شاء الله المزارعين ما استلموا المستحقات حتى ما زرعوا هذا الموسم وانخفضت الخطة الزراعية للنصف والصناعة اليوم أنا ذكرتها بالجلسة قلت له معالي الوزير ترى اتحاد الصناعات الممثل الرسمي أقام مراسم عزاء
على روح الصناعة الوطنية، وهذا ممثل رسمي وشرعي ومعني ورأيه مهم، يمثل 50,000 صناعي. قالوا ماتت الصناعة في هذه الظروف في هذه السنة ونصف، يعني إذا كانت عندنا صناعة فانتهت. ليش؟ لأنه أنت تدري صناعاتنا أغلبها تعتمد على 80% من المواد الأولية المستوردة، يعني راح يستوردها شنو؟ بالدولار المرتفع. فهذا اثنين، اتلافة قضية تقليل بيع الدولار في نافذة بيع العملة. أي. ما اختلف نفس المستويات اللي كان يباع في وقتها 200 إلى 240 نفسه، وما شاء الله يعني كمية الدولار المباع إذا تقارنه مع ما حصلنا عليه من رسوم ضريبية وجمركية مستحيل يتطابق. ما معناه أنه الاستمارات والمستندات المزيفة الباقية والدولار مستمر في الذهاب إلى الخارج. إذا الخطوة ما حققت هدفها. الخطوة ما حققت هدفها. دكتور هيثم، هل بالإمكان الآن العودة إلى السعر السابق؟ يعني وهل يعني الاقتصاد العراقي تحمل التداعيات؟ يعني بصراحة الرجوع إلى سعر الصرف السابق قد يسبب كوارث اقتصادية أكثر من بقاء السعر نفسه. سأعرف هذا يجوز الحكي ما يعجب الكثير من الناس أشتم من وراء. لا أريد أن نكون صادقين. بس أنا دا أحكي من الناحية الاقتصادية. نكون صادقين يا الناس. نعم. عالم داخل. أولا أكو التزامات تعاقدية. اثنين أكو ديون داخلية الآن من قال تخفضت قيمة الدينار. أو قيمة الدين العام إجمالي العام، لأنه الدينار تحول ترى إلى دولار، مو لأنه إحنا غطينا. يعني تدري إحنا 40 تريليون مثلاً داخلية كانت تنحسب حساب 34 مليار دولار، الآن ال 40 تريليون بهذا الحساب تنحسب 27، فإحنا هاي 6 مليار دولار اللي نزلناها لأنه اختلف السعر، يعني الدين الداخلي تأثر. فلكن قول لي هاي الالتزامات التعاقدية اليوم اللي صارت عند الحكومة، حالة استيرادات القطاع الخاص اللي على السعر الحالي، كثير من الالتزامات تجي رأساً تجي تغيرها، مو صحيح هذا الموضوع. قل له روح عالج الوضع، عالج آثاره السلبية، روح ضخ جزء من هذه الأموال اللي توفرت للفقراء للمساكين، عيد هيكلة الدعم. يعني ليش كل العراقيين يأخذون دعم بالبنزين الغني والفقير مثلاً؟ ليش الكل تأخذ نفس سعر الكهرباء الغني والفقير؟ ليش الكل تاخذ بطاقه تموينيه وما تسجل بشكل واضح؟ ليش ليش؟ فبالتالي انا هسه لو اجيب الدعم الحكومي اللي الان بدنا نوجهه، وجوز انا اتوقع الدعم الحكومي جوز يوصل فد 20 25 تريليون دينار، واجي مكان ما وزعه على 40 مليون اوزع على 17 مليون، اعاده توزيع، اعاده هيكله. كل شو هاي؟ لا هذا الحكي قصر نحكي نحكي كم سنه صار؟ تدري ليش؟ تدري ليش؟ هو هذا مو صعب ترى مناسبة. اي اوكي بس هذا الحكي كله صار 15 سنه نحكي. هذا الحكي شراد له هذا احمد، وانت قبل ما تسويه هسه هذا انا صفطته بحكايتين. بس انت عمليا حتى تسوي عمليه، اولا يراد لك عمليه حوكمه، يراد لك داتا اناليسز تحليل بيانات عندك كامله، تعرف مدخول الاسره ايش قد حتى تقدر تحدد الدعم وجهه بالشكل الصحيح. اما انا لحد الان لا اعرف عدد موظفيني، لا اعرف الرواتب الحقيقيه اللي جاي توزع، ما اعرف القطاع الخاص شنو الانكم مالته، شنو الداخل مالته، حتى اقدر اجي احلل هذه المعلومات. فلذلك دائما احنا نقول اول خطوه للاصلاح هي عمليه الحوكمه، اداره البيانات اللي موجوده عند الدوله. يعني ما معقوله الدوله لحد الان احنا بال 2022 ما مسيطرين، ما عندنا حوكمه واضحه، لا رقم وظيف الموظف، لا رقم تقاعدي حقيقي، لا عدد الموظفين، لا عملية المزاوجة بين اكو واحد عنده عقد وواحد عنده كذا، واحد بالسهولة انه بالسهولة ارفع سعر الصرف فهذا صعب. خير تعلق على موضوع قضية الاستيرادات، انخفاض المبيعات مال مزاد العملة، وحقيقة هذا ما له علاقة. يعني احنا بالبداية كان التوجه هو تقليل تهريب العملة من الداخل للخارج، مو تقليل حجم المبيعات، لان حجم المبيعات ما يقل. انت بالاخير انت جاي تستورد من برا بالدولار، لا مواطنينك تلفا بس ولا المواد اللي تدخل ايراد ومسجله بالجمارك. يعني اليوم الرساله الى الدعاء العام اللي وجهناها بهذا السلام. لا احمد ليش رساله الدعاء العام؟ انت اسمح لي اسمح لي. فرق 17 مليار دولار بين الداخل وبين الدولار. ارجع لقاءاتي ويا حضرتك بال 2010 2011 ايش قد انا حاكي بهذا الموضوع وشابع نقاشا بالارقام. واضح عندي هو مو معناها بانه انت بعت 37 مليار دولار دخل 14 مليار دولار، هو بالاصل
هاي ال 14 مليار دولار اللي دخلت عن طريق المنافذ متغيره بسعرها ومتغيره بمنشأها ومتغيره، يجوز فعلا مستورد ب 37 مليار دولار، بس الفواتير اللي تقدم بالمنافذ تدري لان هذا من تجي الجمرك والضريبة، طبعا الجمرك يقل وضريبه يقل والمنشأ يختلف، ومكان ما انا جايب موبايلات اكتب اغلفها، ومكان ما جايب ذهب اكتب فضه، مكان هاي يدمر الاقتصاد طبعا. هو دا اقوله انت تسكت عنه كحكومه وتجي القرار سهل على المواطن. لذلك انا دائما اقول هذا الخيار اللي احنا اختاريناه واللي اختارته الحكومه طبعا، احنا ما اختارناه، احنا مجلس النواب ما لنا علاقه بالموضوع. شلون؟ لا لا ابدا، لا لا العفو استاذ احمد، حتى هم هذه القضيه وضحها. تغير سعر الصرف يوم 17/12/2020، الموازنه اقرت يوم 29/3/2021، يعني لا علاقه بالتصويت ابدا، ما له علاقه. انا اخذها من عندي ارجع قدامك، ليش ما صوت؟ اي المفروض هسه هذا وجهه نظر، لا لا اجبر الحكومه، لا 1400 1800 وش قد هو قبل شهر؟ 1180 1180 وخلي الحكومه تدخ، ما مو صلاحيتنا يعني تروح تنقض القرار من المحكمه الاتحاديه مثل ما سويت 2013 وتسقطه. اثنين تتحمل هي المسؤوليه، اي اثنين خليها تتحمل انا بوقتها شردت بس تذكر سالي محمد انا شردت ايش طلبت بوقتها من مجلس النواب، لكن مجلس النواب بوقتها ما وافق وانا احترمت رايه. بوقتها احنا سوينا مسوده الموازنه ونزلناها للتصويت، اصلا ما ذكرنا سعر الصرف. احنا وين ليش نذكر سعر الصرف؟ لان بدنا نبيع بالدولار، تريد ايرادك بالدولار تحوله بالنفقات، شلون تحوله؟ غيرك ورقم تحوله معادله؟ فايش قلت لهم ليش ندخل نفسنا بهاي المعمعه؟ احنا مسجلين النفط بايش؟ 45 دولار نسجله ب 70,000 دينار. خلاص ليش وين المشكله بالموضوع؟ سجله بالعراقي، سجله بالعراقي ونطلع من هذا الموضوع، لا نذكر دولار ولا اذكر قيمه سعر ولا العلاقه. قادت الكتل بقيتها في داخل المجلس كانت مداخلاتهم بانه لا احنا هذا تنصل من المسؤوليه وهذا ما نريد نعود مهمه كلهم طبعا، يعني كل بعض صدق يطلع يزايد علينا يقول ابدا كل رؤساء الكتل كانوا قاعدين ومتفهمين كلهم. وكلهم داخله دوره القانون، دوره القانون ما حضرت الموازنه للامانه، ما حضرت الموازنه بس سائرون. ما كان اعتراضها فقط سائرون. على هذا الموضوع اعتراضها على مجمل الموازنه سائرون يعني. كانوا حاضرين سائرون بصوتهم. حاضرين والفتح حاضرين فتح والتحالف الان تقدم والسياده اللي شو اسمه حاضرين والديمقراطي كلهم حاضرين طبعا كلهم حاضرين كلهم موجود نعم. زين هسه شلون اقدر استفيد اني يعني اذا اسعار النفط هنا 45 كان 45 دولار 45 دولار الان سعر النفط 100 اذا سجلناه 85 ومتوقع انه ازمه روسيا واوكرانيا على انتهاء جائحه كورونا على متوقع يبقى له سنه ونص سنتين هو بحدود ال 100 زين ما اقدر استفيد من هذا السعر وارجع سعر الصرف او امشي بخطه خلينا نقول ايقاف هاي التداعيات يعني استفيد من الفائض اللي عندي واغطي هاي التداعيات اللي يتعرض لها 17 مليون عراقي على حكايتك. طبعا اليوم اجابه وزير الماليه انه ماكو وفره متحققه. كل هذا؟ ليش؟ فعلا ما متوفر لحد ما عندنا عجز. لا احنا سالنا شلون غطيت العجز ما وضح بس هو يقول يعني الخلاصه انه ماكو وفره. صحيح. يعني يا دوب هاي الفلوس تغطت بل هم ما غطت العجز 111 تريليون 111 تريليون 111 تريليون. ايش دكتور هيثم ايش قصر النفط من صعد؟ روح سوي 90 اضرب هسه بحاسبتك. ايه ايش قد كان العجز به؟ مو 29 تريليون ايش قد كان العجز؟ العجز المخطط 29 بس الحقيقي كان اكثر من 35 36 وكل فروقات النفط خلال هذا الاربع خمس اشهر ما تسد ما تسد انت الان اضربها طبعا انت بالبدايه انا عذرا الوقت معالي انت اذا ترجع بالبدايه ترى ما كنا نبيع ب 80 90 يعني انت ما يصير تاخذ شهر 12 تجي تضرب المعدل صح المعدل اخذ 70 دولار تضرب 70 دولار في 3 ملايين في 365 في 1450 يطلع لك تقريبا 110 ذني كل الايرادات الغير نفطيه ترى ما اجانا 9 10 هاي 120 الموازنه 130 هم ما زال بها عجز يعني جاوب وزير مالي على الموضوع. طبعا بس تعقيب احنا تدري بشهر الخامس نفذت الموازنه يعني خمسة اشهر نسبه الصرف 1 على 12 اي يعني هذه اهم قللت من صحيح يعني انت لو تسال ما صار مجال تدري مطين النائب دقيقه ونص بالمداخله لو تسالك قل لي ايش قد نسبه الصرف من الموازنه اكيد مو 100% يعني تشغيليه عاده توصل 95 موازنة 8 ممكن شويه اي فمبهمه للامانه حتى انطيك اجابه مبهمه انه هذه الفروقات والوفر والعجز والكذا لحد الان كيف نستثمر
ارتفاع اسعار النفط بالتاكيد الاجابه التقليديه التي لم تنفذ حال الاجراءات او الاصلاحات اللي قبل شويه تقول صار لنا 15 سنه يفترض هذه الاموال نحولها للزراعه والصناعه حتى نشجع القطاع الخاص يولد لنا فرص عمل يعالج لنا مشكله البطاله يخلق لنا حاله من التنميه. هذا هو الحل ماكو غيره. اما نروح نزيد الانفاق وهذا اللي حصل في هذه الموازنه. يعني انا قبل وزير في حكومتين انا قاعد اسمع على انفاق مو طبيعي مو طبيعي صحيح. انفاق غير مبرر يا اخي احنا في حكومه السيد العبادي ازمه ماليه لو مو ازمه ماليه ازمه خالقه اكثر من قبل ثلاث سنوات عدينا موازنات يمكن ما تجاوزت 200 مليار ثلاث سنوات ومشينا البلد كانت اكو ابواب صفر واحنا مشينا الوزارات زين انت روح طب الوزارات الان شوف البذخ والصرف والانفاق وفق قانون الموازنه غير مبوبه غير مصروفه لهم يا اخي انت هو كله في قانون الموازنه انا اتكلم مع الحكومه ووزاره الماليه زين من توصل لي الترشيد الانفاق والاصلاحات تجي براس المواطن ومن تجي احاسبك على الانفاق تقول لي لا والله هاي وزارات وخلي انطيها ايش قد ما يعني المعادله جدا مو عادله ابدا ما كانت عادله في ترتيب الاولويات، احنا ترى الكل متفق حتى الاطراف المختلفه متفقه على هذه الاصلاحات، لكن تقديم الاصلاحات او الاجراءات اللي من شانها تحقق لك منفعه حقيقيه. زين اقدر اقول انه إصلاح. بعد جلسه اليوم وبعد الاستماع انه لا تغيير في سعر الصرف؟ حسب اجابه وزير الماليه نعم، قدم مقترح نعم بعد لا تغيير، هذا في حكايتك بالسوق نعم اكو تغيير. نعم لا تغيير. لا تغيير. لا تغيير. إيه جاوب قال ما نقدر نغير. زين. وقدم مقترح انه بعد الاستئناس برأي المحكمة الاتحادية هل يمكن انه للحكومة تصريف الأموال تقدم مقترح مشروع قانون صرف 9 تريليون 600 مليار تعالج الأعباء الاجتماعية اللي واجهها المواطنين اللي ذكرناها من حماية اجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين و كذلك القروض للشباب ودعم البطاقه ماكو غير طريق ماكو غير طريق يعني اللي على اعتبار انه حكومه تصريف اعمال نعم. ما لها حق نعم. تطلب ايش طلب نعم. هذا ماكو غير طريق يعني ما اعتقد من واجب الحكومه تصريف الاعمال يوميا تقدم مشروع قانون الموازنه ولا اعتقد انه الحكومه ممكن تتخذ قرار وتجتهد هذا رأي وزير المالية اللي هو مسيطر على الرأي المالي والاقتصادي مناقلة بين الوزارات بين الأبواب مناقلة بين الوزارات انتهت الموازنة يعني هذه قبل شهر الواحد ممكن تصير هاي القضية لكن الآن لا بالمناسبة ترى تغيير سعر الصرف قلت لك لو أكو هسه منهج اقتصادي واضح ممكن نرجع حتى أقل من قبل بدون قرار حكومي 2008 ما كان لكم مشروع رفع الأصفار اي لا هو دا اقول بدون قرار حكومي طبعا طبعا بدون قرار حكومي هو انا اللي اقول لك التجربه المصريه قدامنا والتجربه المصريه قريبه من تجربتنا احنا ليش نجي مشلبين لازم سعره 1450 ولازم سعره انا ارجع الموازنه كلها بالدينار وخلص السوق يتحكم بسعر الصرف مع تدخل حكومي تقدر تبعد اختصاصك هذا ما اقدر اجادلك بس شلون ابني موازنه بالدينار وانا كل ايراداتي دولار ما عندي مشكله ما عندي مشكله بالاخير احوله يعني انا من اجي اقول مثلا السعر متحرك ليش انا السعر ثابت عندي؟ سعر متحرك يحكم العرض والطلب احنا عندنا اكو ثلاث نظريات عاده بسعر الدولار السعر المحدد اللي هي تنتهجه الان الدوله العراقيه بانه البنك المركزي يقول ب 1450 خلص 1450 واكو يسموه التعويم الحر اللي تنتهجه اغلب دول العالم الاقتصاديه، التعويم الحر لا انا ما اتحكم به اقتصادي قوة اقتصادي هي تتحكم ولا مثلا بالكويت او مثلا بالامارات ماكو بنك مركزي يقول لك لازم تبيعها بهالشكل واكو يسموه التعويم المدار اللي هي كوريا الجنوبيه ودول كثيره تنتهجه بانه انا اجي مثلا الليفل مالتي اللي يحقق المصلحه مالتي 1450 او 1200 او 1100 اجي اذا مثلا زاد عن السعر انا ادخل كحكومه اطرح دولار حتى اخفضه قل السعر انا كحكومه اسحب دولار اشتري دولار من السوق ازيده مره ثانيه وهذا يسموه تعويم المدار عاده احنا مشكلتنا رايحين للمحدد اللي هو اسوء الخيارات ليش؟ لانه ما عندنا دولار يدخل لنا غير دولار المفروض تلجا للدول يعني
تثبيت سعر الصرف تلجأ للدول الضعيفة اللي ما عندها انكم ما عندها قوي. هو ده اقول ايه؟ يعني انا يعني اما عندي انا يعني انكم بس بالشهر ايش قد انكم؟ 7 8 مليار دولار نفس هسه اللي تحقق تقريبا 7 8 مليار دولار اي بس هو شنو حجم النفقات؟ يعني انا خليني اقول لك في شيء هسه موازنة 2022 حاليا رواتب الموظفين زائد رواتب المتقاعدين اللي تدفعها الخزينة يعني تدري احنا رواتب المتقاعدين جزء الخزينة وجزء يدفع صندوق التقاعد، صندوق التقاعد فقد الموظفين المتقاعدين ورا سنة 2008 وقضية شبكة الحماية نوصل 73 تريليون. تدري فقط وزارة الكهرباء حاليا ايش قد طالبة حتى تحافظ على المنظومة الكهربائية بالصيف القادم؟ فقط الجارية طالبة 48 تريليون. يعني شيء 30 مليار اكثر. اي انت احسب 3 مليار احسب اي بس يقول ايش قد منها رواتب؟ لا لا ماكو حتى لو كنا رواتب يبي الخير جاريه خلي جزء من عندها بسيط خلي فد 3 4 يروح رواتب روح 40 خلي 8 طبعا مستحيل 8 توصل 40 7 يعني انت عندك هسه واحد ينذني 113 تريليون هاي شنو رواتب وجاريه الكهرباء انسى 22 وزاره انسى 15 محافظه انسى 28 هيئه انساهم كلهم النفط على 90 دولار اذا بقينا نبيعه ان شاء الله سهل علينا طلع سعر التكلفه اللي هو تقريبا 9 يبقى 81 تضرب ل 81 في 3 ملايين في 365 في 1450 يا دوب يسد الرواتب ويسد حاجه الكهرباء ونعزل بقيه الوزارات والمحافظات والهيئات نقول لهم روحوا لاهلكم وبعدين بعدين اذا دائره بسيطه مؤسسه بسيطه في محافظه ما اعرف وين زين مليار دعش سيارة بليار زين وبنزينها وتياراتها سواقها شو سيارة عندنا بالدولة إيش قد جاي يعني لو تحسب بس صرف السيارات الحكومية وتخصيص أموالها وتياراتها وبنزينها تعادل يعني ميزانيات مال الدول بس السيارات هذا كلها ممكنة وما تأثر على المواطن إحنا حكينا بالإجراءات اللي يكون ما تأثر على المواطن أكو إجراءات يعني احنا من خلينا ايرادات غير نفطيه 20 تريليون غير نفطيه 27 قدرناها بس هي بالحقيقه 10 ما وصلت 9 وكسور هو اليوم يقول 44% زين هذا ليش ما تصير لها مساءله هاي ال 20 هذا ما ماخذها من المواطن الفقير تجار وموظفين ومنافذ وضريبه وكذا وشركات كبرى ما حد يقدر يدق بابها على ضريبه ليش ما اجل هاي ال 20 تريليون ال 27 تريليون ليش ما ادخل على النفط اللي عندنا بها ايرادات كوما نقدر نطلع منها الكهرباء نفسها وين الجبايه مالتها وين حركتها كل اجراءاتنا الاصلاحيه بالنفط مع الوزير سقطتها المحكمه الاتحاديه ولا سوينا كل شيء اجراءات اصلاحيه بوزاره الصحه فشوف كل الجهات اللي كان لها نصيب من الاجراءات الاصلاحيه امتنعت رفضت هو نفسه اللي نفذ فقط اللي براس المواطن هذا وجه يعني عدد الجشع والاستغلال لو التاجر هم حقه بعد تغيير سعر الصرف بضاعته اللي جاي يجيبها من برا ياخذ منها دولار غالي طبعا احنا عوضنا بالمليارات فرق السعر للمقاولين واكو لجنه بوزاره التخطيط ذاك اليوم انا خاطبته وزير التخطيط قال لي لحد الان ما جاردين المبالغ اللي اعطيناها للمقاولين لا اكو نبره تهديد للتجار حاليا موجوده انه انتم بسببكم وهذا جشع وزياده الاسعار هنا اكو خلل عند التاجر لو لا تاجر حقه من رفع سعر الصرف لازم يرفع استاذ احمد الله يخليك التاجر هو ياخذها بسعر رسمي هو القطاع حسب فاتورات من مزاد العمله ليش يرفع السعر على المواطن القطاع الخاص اليوم محارب اليوم مستهدف اليوم مطارد ترى ما عندنا قطاع خاص بخير كل الناس اخذت فلوسها وطلعت برا اليوم هذا الابتزاز والتشبيك بقضايا سياسيه وامور اخرى معروفه اليوم يا رجل اعمال يقدر ينصب له مصنع في محافظه اذا ما تجي الجهه سين او صاد ما تاخذ منه كوميشن اللي اذا شاركك اعطيني حصه بهذا المصنع وكذا هو استضيف القطاع الخاص يقسمون معاناته القطاع الخاص هذا يفترض هو اللي يخلق تنميه هو اللي يولد فرص عمل هو اللي يدعم المدخولات هذا مغيب طيب احنا اليوم بلد يعرف كل زين اكو ارتفاع لاسعار
المواد الغذائيه. بالمناسبه بالتزامن مع تغيير سعر الصرف ارتفعت اسعار المواد الغذائيه وكل المواد والاستيرادات الاخرى، وهذه نشرات رسميه. جنابك توقع سعر الحنطه والطحين قبل 3 شهور، كنت توقعت انه بالثاني راح يصعد. نعم. قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه زعلوا التجار، لا عندنا خزين، يا ابوي الخزين مالكم، والله راح نشتري 100,000 طن حنطه. هو الحصه مالته شهر واحد 450,000، والعالم الان كله دايخ باسعار الحنطه. هسه المهم، هسه عندنا الان ما دام نركز على سعر الصرف وتغييره، والجلسه صارت اليوم على الاساس، شنو اللي يحسس المواطن اذا سعر الصرف ما راح يتغير؟ شلون اخلي المواطن يحس انه تغيير سعر الصرف ما اثر هذا عليه؟ هذا المشروع المطروح اليوم اللي هو 9.6 تريليون، نشوف له مخرج قانوني ويشرع بصيغه قانون. 9 تريليون يعني ايش قد تقريبا؟ 6 مليار لو اقل؟ هذا بالعكس، 7 راح يروح لل 7 مليار 7 مليار دولار راح يروح للحمايه الاجتماعيه، ويروح للمتقاعدين لزياده رواتب المتقاعدين وفق القانون على ضوء نسبه التضخم. هذا قرار مجلس الوزراء، لا يحتاج لقانون ولا كذا، اضافه الى قروض للشباب و الدعم البطاقة التموينية. هذه من شأنها تخفف من معاناة المواطنين خصوصا في هذه الأوضاع الصعبة، وتدري تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الوضع بشكل عام. زين، خلينا نشوف شلون مخرج قانوني للحكومة، حكومة تصريف أعمال شلون تقدر تطلب هاي 9 تريليون؟ وين نروح؟ نروح محكمة اتحادية وين نروح؟ بالمناسبة خلي أوضح، أنا بس ما قادام ذكرت المحكمة الاتحادية، أنا مساحة أفسر الإجراءات الإصلاحية الكثيرة اللي ضمناها بقانون الموازنة، قانون تمويل العجز، وقانون الاقتراض، للأسف اللي 90% منعت الحكومة طعنت بيها، والمحكمة الاتحادية قبلت الطعن، وهذا طبعا خسرتنا هواي فلوس، وأنا حضرت بوقتها بالمحكمة، لكن المحكمة قرارها محترم وملزم وبال. مسألة توزيع الأموال قد تكون إجراءات سريعة اليوم لتخصيص جزء من هذه الأموال، قضية المتقاعدين طبعاً مراد لها قرار، تدري هذه، لأنه أكو فقرة بالقانون، أكو فقرة بالقانون، وصلاني قبل يعني نهاية الدورة السابقة وجهت كتاب رسمي باسم اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بأنه أكو فقرة يقول بأنه ممكن مجلس الوزراء يسمح لهم، والآن مجلس الوزراء يقدر يتخذ هذا القرار بالمناسبة. يعني متقاعدين ما عندهم مشكلة. تدري عندنا 3 ملايين عائلة من المتقاعدين، يعني اليوم إذا زادت رواتبهم 200 إلى 250 ألف دينار شهرياً تقريباً تعدل في جزء من الوضع. أما المتبقي، أنا أقول مو كان ما نجي نوزع هاي الأموال وصير استحقاقات سنوية، نجي نقدر نحولها إلى فرص عمل، نحولها إلى فد شيء معنوي أكثر مما هو مادي. تعال عمي، أنا مثلاً فد 5 تريليون أنشئ لي فرص عمل، أوزع عاطلين عن العمل، استفاد من ذول العاطلين، أنا مو كان ما قاعد بالبيت وانطي، أخلق له فرصة عمل يكون منتج مو بس انطي. يعني إحنا تدري اليوم وزعنا 9600، زين هاي 9600 صار استحقاق، أنت لازم كل سنة توزعها بعد، انتهى الموضوع. يعني معناها أنت ضفت على النفقات الضرورية لازمة 10 تريليون. مشاريع سابقاً 750 مليون مال البنك المركزي مال المشاريع الصغيره وتشغيل الشباب، شو وين راحت؟ بالمناسبه ما صرفت اغلبها. ليش؟ قال احمد ليش؟ المصارف الاهليه اغلبها ما تريد تتورط بهذا الموضوع، لانه نسبه الفائده قليله فرضها البنك المركزي. زين. والبنك اللي هو ينطي هو يكون مسؤول امام البنك المركزي بدفع الاموال باسترجاعها، تعرف اليوم عمليه استرجاع بطيئه جدا، المصارف الحكوميه ما جايه تسترجع. يعني المصارف الحكوميه نسبه استرجاعها يجوز ما توصل 80%. مصارف الاهليه يجوز 60% ما توصل. تعال يقول لك انا اجي اورط نفسي بفائده 1-2% وتعلموا على الربح السريع. دولار ياخذه يبيعه 20-25 نفره، يقول لك ليش اورط نفسي بهاي القضيه؟ لذلك واحده من الاشياء التقييمات اللي كنا دائما نطلبها من البنك المركزي، من تجون تقيمون البنوك الاهليه، واحده من الاشياء ايش قد ملتزم بهذه المبادره، وايش قد وفر فرص عمل، وايش قد انطى قروض للتنميه في الداخل. تدري احنا 90% من القروض الحقيقيه التنمويه ترى انطتها المصارف الحكوميه، ما انطتها المصارف الخاصه. زين. وحتى المصارف الخاصه اللي وزعتها فيتوزع تلقاها على مجالس الاداره وعلى المالكين للمصارف. سؤال محمد، سؤال الاخير يمك. شلون قدرنا طيله كم سنه تقريبا؟ 12 سنه احنا تقريبا 120 دولار. تقريبا 12 سنه. تقريبا 12 سنه. زين. لبنان على حد قبل الازمه بقى ثابت 1500 يمكن او هيك ليره. الاردن ثابت، السعوديه ثابت، الامارات ثابت. زين، شلون نقدر نثبت سعر صرف
وعلى اساسه يعني سنه سنتين ثلاثه وفق الاصلاحات اللي تحدثتوا بها جانبكم ممكن تتحسن وضع ال 17 مليون مواطن، شلون اقدر اثبته وما اخليه يروح للتلاعب؟ هل فرق النمرتين فرق السعرين بين بيع البنك وبين اللي تستفاد منه البنوك؟ يعني اليوم صار تطرق لهذه الجزئيه وقال انه التغيير سعر الصرف قلل هذه النمر اللي كانت تستفاد من عندها المصارف الاهليه. انا اقول اذا كان هناك اراده حقيقيه ودعم سياسي والزام من قبل السلطه التشريعيه للحكومه للوزارات هذا الوضع ما يستمر. ما الوزارات تلعب بكيفها وما تنفذ ووزير الماليه محتار بتمرير الاصلاحات والوزارات ترفض، هذا يفترض يكون اكو وقفه للبرلمان امام هذه الحكومه. معناها مو سالفه فقره، الورقه البيضاء كلها مشروع كبير ما مطبق من كل ما راح يتطبق سعر الصرف ما مطبق من عندها بشهاده وزير هذه تحتاج الى وقفه. يعني اذا كان هناك وقفه ومحاسبه وبالتاكيد معول على حكومه جديده وبرنامج واضح يذهب الى اتجاه دعم القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الصناعه والزراعه. انا اقول الدعم اللي اليوم نعطيه صحيح احنا ما نريد نعطيه نوزع فلوس ضد هذه السياسه، لكن يا اخي اليوم دول العالم كلها في امام جائحه كورونا والظروف الاستثنائيه والله تتوزع فلوس على المواطنين هم قاعدين بها. احنا مواطنين شعبنا يمر بظروف قاسيه فيحتاج انه ننطي من هذه الثروات اللي قاعد نشوفها. وعندنا ايراد وعندنا ايراد وعندنا ايراد واذا صار لنا تقريبا 19 سنه بدنا نخطأ 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 ونروح للدولة، مو مشكلة إذا نمشي سنة خصوصا أن هذه الأموال تروح للمواطنين مو للفاسدين. بالضبط سنة خلنا نخطأ سنة أخرى خلنا توقف الدولة على رجليها. سيد محمد الشيعة السوداني عضو مجلس نواب العراق، شكرا جزيلا لك. دكتور هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ونشوفكم باكر إن شاء الله.